يقول شهدت شهادة زور قبل 7 سنوات أن مديري فلان يصلي وهو لا يصلي، وشهدت تلك الشهادة خشية أن يفصلني من العمل، ماذا أفعل الآن؟ إذا كانت الشهادة عند القاضي فإنك تذهب إلى القاضي وتخبره بالواقع والقاضي يتصرف. نعم نعم. وإن لم تكن عند القاضي تتوب إلى الله عز وجل ولا تعود لمثل هذا. نعم.